جائزة الصحافة المكتوبة للإعلامي والصحفي عبد السلام الشامخ. عبد السلام الشامخ، تفضل عبد السلام. واللحظة أدعو الدكتور مراد غالي للتفضل إلى المنصة للإعلان عن جائزة أحسن بحث تخرج. أركز مرة أخرى على أن نعطي الفرصة للشباب و أفق كله أمام المغرب خلال دعمه وتشجيعه. أكثر منه إنجاز، فتحية لكل هذا الشباب. مدينة أكادير خاصة تكون فخورة بهذا الشباب اللي هما واقفين في المنصة وكل جنود الخفاء. أضم صوتي إلى صوت السيدة زهور حميش وأعضاء لجنة التحكيم في التوصية اللي داروا، يعني في الكلمة ديال رئيسة لجنة التحكيم. هذه المبادرة، هذه التظاهرة تحتاج إلى مزيد من الدعم. سعيدة جدا بهذه اللحظة التكريمية التي أهدتني إياها رابطتني براس الشباب للإعلام والثقافة. سعيدة بالتواجد في هذا الحفل، حفل تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للصحفيين الشباب. اليوم في هذه اللحظة التكريم كانت لحظة خاصة استثنائية بالنسبة لي، هي لحظة مختلفة ربما على كل لحظات ديال التكريم اللي عشتها في محطات سابقة من مساري المهني، لأنها جاءت على يد الشباب بفضل التفاتة ومبادرة من الشباب أنها جات هنا في أرض سوس عند ناس أكادير. وأنا علاقتي بهاد الناس وبأهل هاد المنطقة هي علاقة يعني من البدايات، كانوا دائما كيدعموني، كانوا دائما يعني في زياراتي للمدينة أو عندما كان ألتقي بكفاءات وبناس من هذه المدينة كانوا كيدعموني. فاليوم فرحت وفي نفس الوقت حسيت به تشريف وأيضا تكليف أنني نكون دائما عند حسن الظن في المحطات السابقة من مساري المهني. طمأنيت على أن مهنة الإعلام هي بألف خير، كاين الخلف موجود، كاينين شباب وكفاءات شابة كتشتغل وكتآمن برسالة الإعلام الجاد والهادف في هذا الفورة التكنولوجية اللي اختلط فيها الحابل بالنابل. فأنا سعيدة جدا، نتمنى نكون دائما عند حسن الظن. فهالدورة الثالثة للجائزة الوطنية للصحفيين الشباب تميزت بشاركتها مع الشبكة الوطنية للصحفيين الشباب خريجي المعاهد والجامعات. فارتأينا هذه السنة كمؤسسية الشبكة الوطنية للصحفيين الشباب خريجي الجامعات والمعاهد إلى إحداث نسخة أولى من جائزة أحسن بحث تخرج بجامعة ابن زهر في مجال الصحافة والإعلام، وذلك بدعم كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر بأكادير لفائدة الطلبة الحاصلين على الإجازة المهنية أو الماستر في تخصصات التحرير الصحفي، التحرير الصحفي والتنوع الإعلامي، مهن وتطبيقات الإعلام، كذلك الدراسات السمعية والبصرية من نفس الجامعة. أنا صراحة اليوم أشعر بالفخر والاعتزاز بهذا التتويج. فخر يعني بأنك فخر وزهو، لأنك تحس بأنه يعني واحد الدافع أكثر للعطاء وكذلك دافع أكثر من أجل العمل والبحث المستمر. وأهدي هذا الفوز إلى مديرية الأخبار، إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وإلى السيد ياسين الإدريسي مدير مديرية الأخبار. هو صاحب فكرة فقرة شباب المملكة النبض المتجدد، وهي فقرة تسلط الضوء إعلاميا على خيرة الشباب المغربي في جميع الميادين وفي جميع المجالات، من مهندسين، من أطباء، مخترعين، وكذلك يعني فاعلين في مجموعة من المجالات، كذلك في المجال الاقتصادي. أتقاسم هذا الفوز والإبداع مع صديقتي وزميلتي مون بينوم أسماء التازيلي أشتغل معها دائما، ومع أمين الشرقاوي الذي قام بتصوير العمل اللي فاز بهذه الجائزة. كان بورتريل حول يعني مهندس مغربي يجمع بين حبه للهندسة المعمارية وحبه للسينما، وفي شغفه يعني في عشقه للهندسة يجمع ما بين الفنون. ويعني كنت سعيدة جدا بهذا البورتري وبهذا الفوز الذي يحثني أكثر ويحفزني أكثر على العطاء، وشكرا لكم. رابطة نبراس الشباب للإعلام والثقافة ليست وليدة اللحظة، بل هي تراكم تجارب عدة سنوات. فقد تأسست سنة 2009 من طرف شباب مهتم بالميدان، وطيلة هذه السنوات إلى سنة 2018 كانت هناك ندوات ودورات تكوينية وملتقيات محلية ووطنية ودولية، كل هذا من أجل تحريك وفهم وتبسيط كل ما يخص عالم الصحافة للشباب. وفي سنة 2018
كانت النسخة الأولى للجائزة الوطنية للصحفيين الشباب التي عرفت إشعاع ونجاح كبيرين. وسنة بعد سنة باهتمام صحفيين وإعلاميين نظمنا الدورة الثالثة التي عرفت رقم قياسي وهو 90 مشاركة من روبورتاج وتحقيق وبرامج إذاعية الذين يمثلون 60 مؤسسة إعلامية. وهذا الحفل شهد إقبالا وتفاعلا إيجابيا من قبل عدد من المهتمين والمهنيين في ميدان الصحافة. وقد تم تتويج مجموعة من الصحفيين الشباب في عدة تخصصات، منها السمعي البصري والصحافة الأمازيغية والصحافة المكتوبة وأحسن صحفي رياضي وأحسن بعد تخرج. ولا نفوت هذه الفرصة لنقدم الشكر لعديد من الشركاء الذين ساهموا في إنجاح الدورة، من بينهم وزارة الثقافة والاتصال، قطاع الاتصال، والمجلس الجماعي لأكادير، وبتنسيق مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية وهيئات ومؤسسات داعمة.